حصل ايه؟ حصل ايه؟ خميس اتضرب بالنار وفي اوضه العمليات دلوقتي. مين اللي ضرب؟ معرفش. العجرودي؟ معرفش. مدموزيل فاطمه، لو سمحت نتكلم شويه على جنب. لو سمحت من فضلك. ايه اللي حصل يا منصور؟ خميس اخوك اتضرب بالنار في المينا الساعة 10 يا همام. وايه اللي وداه هناك في ساعة زي دي؟ يعني ما انتش عارف؟ في حاجة تانية لازم تعرفها. بينا حساب. اهلا يا حظابط، منورنا النهارده. فوروه.